البرلمان الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان بعد الخريطة العابرة للحدود. مقتل جنود يمنيين خلال صد القوات هجوماً حوثياً استهدف جبل بوارة الاستراتيجي في حليب بمأرب. احتجاجات على الأوضاع المعيشية في لبنان، ومن بينها انقطاع الوقود يواجهها الأمن بقنابل الغاز المسيلة للدموع. حي الزهور أكثر من 1000 منزل. اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يؤرق سكان القمشلي بشمال سوريا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية أخرى برفقتنا مع قناة الحدث. قتل وجرح العشرات من أفراد القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في جبهة مديرية حريب جنوب محافظة مأرب النفطية. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات محور سبأ وأولوية العمالقة وألوية العمالقة صدت هجوما حوثيا استهدف مواقعها في جبل بوارة الاستراتيجي بمختلف الأسلحة أمس الثلاثاء. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقصف مكثف مناطق شرق حريب الآهلة، ما اضطر السكان إلى الهروب من منازلهم إلى مناطق آمنة. وأشارت المصادر إلى صد الهجوم الذي استمر عدة ساعات، فيما شنت المدفعية التابعة لها قصفا استهدف تعزيزات حوثية على الطرقات المؤدية إلى منطقة التماس. الهجوم أسفر بحسب مصادر عسكرية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين إثر تعرض مساكنهم للقصف من ميليشيات الحوثي. وكثفت ميليشيا الحوثي من هجماتها مؤخرا في جبهة جنوب مأرب في محاولة للسيطرة على مواقع تسهل لها التحرك في أي هجوم قادم في حال فشل المساعي الرامية لتجديد الهدنة التي انتهت في شهر أكتوبر من العام الماضي. وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات ينضم إلينا من مأرب مراسل الحدث الزميل محمود الحميدي. أهلا بك محمود مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث. يعني ماذا بالنسبة لهذه الاشتباكات؟ هناك قتلى وجرحى، هل من محصلة وهل الاشتباكات ما زالت مستمرة؟ والمحور الذي يتم يعني من خلاله هذا التشابك مع الجماعة الحوثية. يبدو أن زميل محمود الحميدي لم يجهز بعد. محمود هل تسمعني؟ إذن مشاهدينا سنعود له تباعا. أيضا نبقى في الشأن اليمني ونتابع، حيث قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قال أن الوضع القائم بالتهدئة مع ميليشيات الحوثي يجافي الواقع، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تقود حربا اقتصادية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية. جاء ذلك لدى استقباله في عدن السفير الأمريكي ستيفن فاجن ووفدان من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأكد معين عبد الملك أن استهداف موانئ تصدير النفط الخام والتضييق على القطاع الخاص وقطع الطرق التجارية وغيرها من الإجراءات الحوثية التعسفية تعمق معاناة اليمنيين. وناقش مع الوفد الأمريكي جهود أحياء السلام والضغوط الأممية والدولية المطلوبة للتعامل مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي وعدم استجابتها بشكل جاد لجهود السلام. من جانبه عبر السفير الأمريكي عن تفهمه للتحديات الاقتصادية ودور الحكومة من أجل ضمان استقرار الأوضاع، متوقعا أن تكون هناك تعهدات أمريكية إضافية للجانب الإنساني، مجددا دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وجهود إحياء السلام، معربا عن أمله بأن يمهد اتفاق الأسرى الأخير لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قصرا. ومجددا نعود إلى مأرب حيث يرافقنا من هناك مراسل الحدث الزميل محمود الحميدي. أهلا بك محمود. يعني ماذا عن الاشتباكات في مأرب؟ ماذا عن محصلة عدد القتلى والجرحى؟ وكيف يمكن وصف الوضع الآن؟ هل هناك هدوء نسبي أم الاشتباكات ما زالت مستمرة؟ تفضل.
نعم جيزيل، الميليشيات الحوثية صعدت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية باتجاه محافظة مأرب وتحديدا جنوب محافظة مأرب في مديرية حريب. يوم أمس كانت المعارك هي الأشرس بين قوات الجيش المتمركزة هناك والميليشيا الحوثية التي حشدت المزيد من الأرتال العسكرية والقوات التي دفعت بها إلى تلك الجبهة وهي جبهة شمال وشرق مديرية حريب. تسعى الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية بالدفع بكل ثقلها إلى هذه الجبهة محاولة إحداث اختراق والسيطرة على مواقع في هذه الجبهة، وقد سيطرت بالفعل على بعض المواقع مساء أمس وتم استعادتها صباح اليوم من قبل القوات الحكومية تحديدا في منطقة أراك شرق مديرية حريب. الميليشيا الحوثية سعت إلى عملية التفاف كبيرة على هذه الجبهة لكنها فشلت بعد أكثر من 8 ساعات من الاشتباكات المتواصلة. نتحدث الآن عن مناوشات تحدث ما بين قوات الجيش وقوات العمالقة المتواجدة هناك والميليشيا الحوثية، وربما تعود هذه الاشتباكات أكثر ضراوة خلال ساعات المساء. الاشتباكات لا نستطيع أن نقول أنها توقفت وإنما هي متواصلة منذ 5 أيام، لكنها كانت يوم أمس الأكثر اشتعالا والأكثر ضراوة في هذه الجبهة، وتحاول الميليشيا الحوثية السيطرة على عدد من القرى شمال وشرق مديرية حريب وربما اتصال جبهتها صحراويا من مديرية الجوبة إلى خلف مديرية حريب. لماذا حريب الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة جنوب مأرب؟ هذا من جانب، ويبدو أن هناك تعزيزات من قبل الميليشيات وهذه المنطقة العصية عليها تحاول السيطرة عليها، وأعني هنا طبعا الميليشيات الحوثية السيطرة على هذه المنطقة بالذات. نعم، الأهمية الاستراتيجية ليست في مديرية حريب بحد ذاتها من قبل الميليشيات الحوثية، لكنما تهدف من خلال السيطرة على هذه القرى في مديرية حريب أن تصل إلى الصحراء وأن تقترب من آبار النفط في منطقة صافر. كان هذا هو هدف الميليشيا الحوثية منذ البداية، لكنها كسرت عندما حاولت التقدم خلف جبل البلق الشرقي الاستراتيجي، ولكنها كسرت من قبل وحدات الجيش. كان هذا في نهاية العام 2021، وهي الآن تحاول إعادة الكرة والوصول إلى الصحراء مرة أخرى والانطلاق نحو منطقة صافر، وهي الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للميليشيا الحوثية. لكن هنالك قوات كبيرة تم تشكيلها مؤخرا وهي قوات محور سبأ ومحور العمالقة تسيطر على هذه المناطق والسلاسل الجبلية الفاصلة ما بين مديرية حريب والصحراء، وتمنع الميليشيا الحوثية من القيام بأي عمليات هجومية أو السيطرة على مواقع تمكنها من الوصول إلى الصحراء الممتدة إلى منطقة صافر. نعم، يعني وهذه الاشتباكات تحصل رغم الاتفاقات التي يعني تم التوصل إليها في جنيف حول تبادل الأسرى. على كل حال سنكون في متابعة لأي مستجدات جديدة. أشكر لك كل هذه الإيضاحات. من مأرب كان معنا مراسل الحدث الزميل محمود الحميدي. تزدحم الأسواق الشعبية والمولات في تعذيب الباعة والمشترين مع حلول قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تتجه عشرات الأسر إلى أسواق المدينة من أجل شراء احتياجات رمضان رغم ارتفاع أسعار السلع وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الحرب والحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ أعوام. الميليشيات الحوثية تفرض إتاوات وجبايات باهظة الثمن على البضائع القادمة إلى تعز من المنافذ التي تسيطر عليها، وهو ما أدى إلى الارتفاع أسعارها إلى أضعاف في هذا العام. إلى أسواق المدينة هذه تتدافع عشرات الأسر يوميا لشراء احتياجات رمضان، ولعلها طقوس اعتاد عليها سكان تعز كل عام، لكن الغالبية منهم هذه المرة قد لا يعود إلى منزله بنصف احتياجاته بسبب تدهور الوضع المعيشي وانقطاع الرواتب وتراجع دخل الفرد إلى معدل النصف نتيجة الحرب الحوثية. رمضان غايشتي متطلبات كثيرة ويشتي معونة كثيرة، حوائق اليوم اليومية اللي ما تطلع 3000 4000 اليوم ما تكفيش مصروف عشاء من غير المعونات اللي تاخذها من قبل، مصروفنا اليومي ما يكفينا كافي. فرق الأسعار على السنة الماضية بشكل فرق كبير. العام الماضي كان المواطن يشتري 10 كيلو بطاط، سلة بطاط كان ب 13، هذه السنة يشتري نص كيلو بطاط، الكبير يشتري كيلو بطاط لأنه السلة عندنا ب 25000.
في الأسواق الشعبية والمولات الكبيرة أيضا تلمح أبصار المشترين أصنافا من السلع، لكنها لا تجد بينها سلعة واحدة معروضة بسعر منخفض بمناسبة قدوم شهر رمضان، ولذا فإن ما يتوفر من نقود بحوزة شخص ما من المتسوقين يحرص أن ينفقها في شراء احتياجاته الأساسية من مواد غذائية وتمور فقط، وهكذا يقتصر استقبال غالبية الناس للشهر الكريم. كنا في السابق نأخذ الحاجات الأساسية، يعني الواحد يخرج معه 50,000 يرجع بمصاريف رمضان كامل، الآن تخرج معك 50,000 تشتري كسبر وتروح، يعني فرق شاسع بين كل في كل سنة يزداد، في هذه السنة طبعا الزيادة أزيد وأزيد. فطبعا إحنا نطالب التجار يعني برحمة للموظفين، رحمة بالمواطنين خاصة اللي ليس لهم دخل. يعني هنا تطلق المناشدات لخفض الأسعار، بينما في المنافذ التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي تفرض الإتاوات والرسوم الباهظة على البضائع والسلع، بل وتحول وجهتها عبر طرق بعيدة بسبب الحصار المفروض على تعز منذ سنوات، ما يتسبب بحسب التجار برفع الكلفة الشرائية للبضائع إلى الضعف، ويفاقم من معاناة أكثر من 3 ملايين نسمة في تعز. هائل سعيد، الحدث، تعز. إلى جانب ملف المياه، احتل ضبط الحدود بين تركيا والعراق جانبا مهما من مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة، إذ عبر السوداني عن الامتنان لتركيا لزيادة حصص مياه العراق، مشيرا إلى أن المباحثات تستهدف التعاون من أجل ضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه. وتطرق الجانبان إلى قضية مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK المتواجدين في قواعد خلفية في شمال العراق. بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن ملفي المياه وسنجار كانا من ضمن أهم ملفات زيارة السوداني لتركيا. وللمزيد حول العلاقة بين تركيا والعراق وحزب العمال الكردستاني، التفاصيل نتابعها من داخل الاستوديو مع الزميلة نور الحسني. نور، تفضلي، ماذا لديك؟ شكرا جزيلا. يثير الوجود العسكري التركي في العراق خلافا بين بغداد وأنقرة، لا سيما معسكر بعشيقة للقوات التركية العسكرية في شمال شرق الموصل. فتركيا تنفذ عمليات عسكرية مستمرة ضد مواقع الحزب في شمال العراق، والذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها منظمة إرهابية. وأغلب الضربات الجوية توجه نحو مواقع حزب العمال في معقله في جبال قنديل وسنجار وقضاء مخمور جنوب شرق الموصل. الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني أدى لعقد اتفاقية أمنية مع العراق عام 1994 يسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ ضربات جوية ضد معاقل الحزب والتوغل البري لمطاردته إلى عمق 25 كيلومتر على طول الشريط الحدودي، وتم تمديد الاتفاقية عام 2007. في أواخر عام 2014 ومع تصاعد نشاط داعش، زار رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أنقرة لتفضي الزيارة إلى تعاون عراقي تركي في مجال التدريب وتقديم المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وطلب العبادي وقتها تدريب قوات البشمركة التي شاركت بمحاربة داعش ليتم تأسيس معسكر دوبردان قرب ناحية بعشيقة في مارس 2015، وتولت تركيا تدريب المتطوعين العراقيين. بعد ذلك طالبت الحكومات العراقية اللاحقة تركيا مرارا بسحب قواتها المتمركزة في معسكر بعشيقة. أما بالنسبة للقواعد العسكرية التركية في العراق فعددها نحو 20، وتتوزع على محافظتي أربيل ودهوك في إقليم كردستان العراق، وتقع أكبر تلك القواعد في بامرني شمال دهوك، وهي قاعدة عسكرية لوجستية فيها مهبط للطائرات. تقول تركيا إن وجودها العسكري في العراق يهدف لردع خطر حزب العمال الكردستاني، وسبق أن اقترحت آلية ثلاثية للتنسيق مع كل من العراق وإيران لمواجهة ما وصفته بخطر حزب العمال الكردستاني على الدول الثلاث. عودة إليك جيزيل. شكرا لك نور.
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين استخباريين أن الضربة الإسرائيلية لسوريا استهدفت مطار حلب ومستودع أسلحة. وقال المصدران في المخابرات بالمنطقة أن الضربة استهدفت مستودعا تحت الأرض للصواريخ الموجهة مرتبطا بمطار النيرب العسكري. من جانبه أكد النظام السوري استهداف مطار حلب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر. مراسل الحدث أوضح أن القصف الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي من جهة الغرب بأربعة صواريخ، ويرجح أنها استهدفت شاحنات أسلحة في محيط المطار الذي خرج عن الخدمة مجددا نتيجة لهذا القصف. أعلنت وزارة الدفاع فيما يعرف بالحكومة السورية المؤقتة إلقاء القبض على قتلة الأكراد في جنديرس بعفرين شمال سوريا. وقالت الوزارة أن إدارة الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوات التحرير والبناء ألقت القبض على المتورطين بقتل 4 مدنيين وإصابة شخص خامس في جنديرس خلال الاحتفالات بعيد النوروز. رئاسة أقليم كردستان العراق دانت الجريمة وطالبت بتقديم الجنات للعدالة. هذا وكان آلاف الأكراد الغاضبين في الشمال السوري تظاهروا بعد مقتل 4 مدنيين أكراد على يد مقاتلين موالين لتركيا. وحمل المتظاهرون أعلاما كردية أثناء تجمعهم في جنازة ببلدة جنديرس الحدودية في محافظة حلب، وهي منطقة تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي. وكان مقاتلو ما يسمى بأحرار الشرقية فتحوا النار على أشخاص يحتفلون بعيد النوروز، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 بحسب المرصد السوري. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على جماعة أحرار الشرقية في يوليو من العام 2021. نحن حاليا متظاهرين لنعبر عن رأينا، عن أفكارنا، عن طالعين ضد الظلم. نحن شعرنا بالظلم صار 5 سنين، يعني ما شفنا نهار كويس، دائما ظلم. ما في حد بتحدى اي زلمه اي رجال ما تعرض للسجن للمضايقات من فصائل، يعني 90% من الشباب الموجودين كلها تعرضوا للسجن وللظلم. فهذا من حقنا نحتفل، نحن كبشر كانسان من حقنا نحتفل بعيد النوروز، هذا عيدنا، بدنا نحتفل، شاء من شاء وابى من ابى، هذا عيدنا وبدنا نحتفل. اذا يقتلوا منا 4 و5 و10 و100 و200 الشعب ما راح ينفنى. يا رب كتشكي من خير يا اخي خصني. أشعل أولادي النيران بجوار متجرهم لأنهم لا يستطيعون البقاء في منزلهم بسبب الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي. ظلوا في الهواء الطلق حتى المساء. لقد ركل المقاتلون الموالون لتركيا الموقدة وضربوا 2 من أولادي ثم 3 أيضا. لقد كانوا متوحشين، لا أعرف ماذا أفعل. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مبادرة أردنية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. الصفدي أكد أن جهود بلاده مستمرة وأن المبادرة الأردنية تنطلق من دور عربي مباشر للانخراط مع سوريا في حوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية، موضحا بعد لقائه بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون أن الأردن ينسق مع الأمم المتحدة بخصوص إطلاع على المبادرة التي لم يحدد موعد انطلاقها ولا تفاصيل لها، كما يشمل ذلك تنسيق جهود تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. كذلك بحث الصفدي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث التحديات الناجمة عن تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفصل. مواجهات وإلقاء قنابل مثيلة للدموع على المتظاهرين ضد الغلاء وسط بيروت.
دعت حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية تراخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات الأمن ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى، غايتها افتعال الأزمات. هل نتحدث عن شكل مختلف لهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضر لها اتحاد الشغل؟ هذا من الناس اللي قاعدة تدمر الدولة التونسية والخونة والعملاء ما عندهم مشكلة. أكثر من تحرك احتجاجي، أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبة. للأسف يعني الاتحاد سنخدك حاد عن دوره. يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ هذا من الاحتقان، احتقان دون قدرة على الحسم. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أحييكم من جديد. في الشأن اللبناني، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية بوقوع إصابة في المواجهات بين الأمن والمحتجين وسط بيروت، وخرج محتجون من متقاعدي الأمن للاحتجاج على الارتفاع الشديد في الأسعار والانهيار الحاد لسعر الليرة اللبنانية ليقابل الأمن متقاعديه بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأيضا للوقوف عند كل هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مرة جديدة مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. غنوة، يعني كما كنا نتابع احتجاجات على الأوضاع يعني الحياتية، لسيما مع ارتفاع أسعار الدولار يعني إلى سقف غير مسبوق، أيضا يعني الأوضاع بالنسبة لرواتب المتقاعدين من رجال الأمن والشرطة، هناك كنت قد تحدثتي عن وعود من الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة لتصريف الأعمال، أيضا يعني كما شاهدنا كان هناك مواجهات واشتباكات، كيف هو الوضع الآن وماذا عن المواضيع الأخرى، التفاصيل الأخرى؟
انتهت التظاهرة كما تلاحظين خلفي، خلت ساحة رياض الصلح من المتظاهرين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح، إضافة إلى موضوع الوعود التي تلقاها العسكريون القدامى. أيضا كان هناك جلسات لجان النيابية، والتي اشترط اليوم النواب أن تكون جلسات مناقشة أو مساءلة، رغم أن نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب رفض أن تسمى بالمساءلة وفضل تسميتها بجلسات المناقشة. حضرها أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي. كان هناك عرض خلالها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وكان هناك أيضا مؤتمر صحفي بعدها لنواب التغيير تحدثوا فيه عن أن الحكومة تقاعست خلال الفترة الماضية عن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضبط سعر الصرف لإصلاح الوضع الاقتصادي، وهو ما يؤدي بشكل دائم إلى تأزم الوضع الحالة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي في لبنان. نحن نعلم بأن الانهيار بالفعل وقع، ولكن عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية، عدم وجود محاسبة، كل هذا فاقم من سرعة التدهور وأيضا يعني أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين. بالنسبة للعسكريين القدامى، هم أخذوا وعد بأن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، بأن يتم صرف رواتبهم التي يأخذونها بالليرة اللبنانية، صرفها على سعر منصة صيرفة، ولكن على سعر 28 ألف وليس 90 ألف، لكي يتمكنوا من صرفها من جديد بسعر السوق السوداء. وبهذا يعني بأنهم يمكنهم أن يحصلوا على أموال أعلى بالليرة اللبنانية، ولكن نعلم أيضا بأن ليس كل اللبنانيين قادرين على حصول على هذا السعر من منصة صيرفة، بأنه ربما يكون جزء من المشكلة حل لبعض المواطنين، ولكن أيضا هناك عدد كبير من الموظفين في لبنان الذين تحدث البعض أن عددهم يصل إلى 1,500,000 وربما يتعدى هذا العدد، يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، انهيار سعر الصرف، تذبذبات سعر السوق، التغير الدائم بسعر الصرف يؤدي إلى ضعف قدرتهم الشرائية، بوقت لم تتخذ فيه الحكومة أو حتى تعميم مصرف لبنان لم تكن على قدر المسؤولية من أجل يعني تحمل المصارف جزء من خسائر المواطنين وخسائر المودعين. اليوم من يدفع ثمن الانهيار هو المواطن الذي خسر أمواله في المصارف، وأيضا يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية. يعني بمعنى آخر نستطيع القول بأن الأمور هدأت نسبيا بانتظار يعني تلبية هذه المطالب من خلال الوعود التي يعني تفضلت وحدثتينا عنها. ماذا أيضا بالنسبة لموضوع المصارف؟ يعني كان هناك إضراب مفتوح للمصارف، ما الجديد بالنسبة لهذا الموضوع ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطن اللبناني، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان غدا؟ المصارف كانت قد أعلنت يوم أمس مساء أمس في بيان لها بأن الإضراب فك اليوم. المصارف كانت قد عادت وفتحت أبوابها، في البيان ذكرت بأنه بالفعل بسبب شهر رمضان، ولكن نعلم أيضا بأنه يوم أمس كان هناك ارتفاع صاروخي لسعر الصرف وصل إلى 140 ألف. بعدها كان قد أصدر حاكم مصرف لبنان بيان أعلن فيه إعادة العمل بمنصة صيرفة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، كانت قد اكتسرت لموظفين القطاع العام. عاد وأصدر بيان بأن العمل على صيرفة سيكون مجددا للأفراد وللشركات. بعد هذا التعميم كان قد انخفض سعر الصرف إلى 100 ألف. اللافت كان في تعميم حاكم مصرف لبنان بأنه سمح للصرافين من الفئة ألف أيضا بتنفيذ عمليات صيرفة، ولكن أيضا كان هناك تجاوب من المصارف، لأنه لا يمكن للمواطن يعني العمل على عمليات صيرفة دون اللجوء أيضا إلى المصارف. ألغت المصارف إضرابها. طبعا الإضراب كان بسبب المشاحنات القضائية وعدم حصولها على وعود مؤكدة من القضاء بأنهم لن يصوتوا مرة أخرى لصالح المودعين. يعني كما ترين جزال هناك بالنسبة للمودعين الدعاوى الذي أقامها المودعين لمطالبة هذه المصارف يعني بأموالهم،
اليوم فكت المصارف أبوابها، ولكن لا نعلم بالفعل إن كانت ستستخدم مرة أخرى هذا السلاح لإغلاق الأبواب مرة أخرى أمام المواطنين من أجل الحصول على مطالبها القضائية. شكرا لك لكل هذه التفاصيل والإيضاحات. كانت معنا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. صوت مجلس النواب الأردني على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وصوت المجلس بأغلبية ساحقة على مقترح طرد السفير على خلفية تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين. الوزير الإسرائيلي كان وقف على منصة خلف خريطة لإسرائيل تضم مناطق أردنية وفلسطينية. مقترح في طرد السفير الإسرائيلي، معنى مع هذا المقترح؟ أغلبية واضحة، شكرا. مقترح في طرد السفير الإسرائيلي، معنى مع هذا المقترح؟ أغلبية واضحة، شكرا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من القدس مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي. لانا، يعني هذه المطالبة وهذا التصويت بالأغلبية من قبل البرلمان الأردني حول تصرفات وما صرح به الوزير الإسرائيلي، كيف انعكست على الشارع في فلسطين وفي القدس تحديدا؟ هناك غضب كبير على أيضا وزير المالية بتليل سموتريتش من قبل هذه التصريحات، أيضا كان له تصريحات عديدة وضد الفلسطينيين أيضا، يعني ولكن أيضا شاهدنا هناك اعتراض كبير من قبل الفلسطينيين والأردنيين أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك انتشار لفيديوهات سخرية من بتليل سموتريتش حين يعني خرج على المنصة، وكان هناك إشارة، وهذه الإشارة التي تضم بعض مناطق من الأردن وأيضا مناطق فلسطينية فعليا هذه هي إشارة كانت تستخدم لجماعة إسرائيلية مستوطنة قبل أيضا قيام إسرائيل، وهذه المجموعة صنفت بعدد من الأماكن أيضا بأنها إرهابية، وكانت أيضا مع استخدام السلاح، أيضا نشاهد السلاح موجود على الرسمة نفسها. فيعني هذه التصريحات أيضا ستشكل إحراج بالنسبة لإسرائيل. أيضا شاهدنا أن الولايات المتحدة أيضا قامت بتوبيخ سفيرها الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل أيضا بعد ما قامت به الكنيسة من مصادقة على القراءة الثانية والثالثة على قانون يسمح بإعادة المستوطنين أو تمهيدا لإعادة المستوطنين في 4 مستوطنات قريبة من نابلس وقريبة من جنين في الضفة الغربية المحتلة، ووصفوها بأن ما تقوم به إسرائيل هي يعني خطوة أمام منع واستكمال عملية السلام ومنع حل الدولة
أو دولتين للفلسطينيين وللإسرائيليين. نعم. أيضا يعني لنا في ظل هذه الأجواء المتشنجة والغير معهودة بين كل من واشنطن وإسرائيل، كيف تناولت الصحافة الإسرائيلية يعني هذا الموضوع؟ يعني للمرة الأولى منذ 13 عاماً الولايات المتحدة التي تعتبر الداعم الأكبر لإسرائيل تقوم الآن بتوبيخ سفيرها الإسرائيلي في الولايات المتحدة بعد قيام الكنيسة بالمصادقة على القراءة الثانية والثالثة. هذا يعني أن القانون صدق عليه وسيتم العمل به قريباً. ويعني صحيح، يعني نحن نتحدث عن توبيخ كان آخر توبيخ عام 2010 تحديدا، أيضا فيما يتعلق بموضوع المستوطنات، حينها صادقت أيضا إسرائيل على بناء مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة. يعني على ما يبدو أن الولايات المتحدة ما زالت تتمسك بحل الدولتين، ويعني تؤكد لإسرائيل أن المستوطنات في الضفة الغربية أو حتى في القدس الشرقية هو يعني غير مقبول للحكومة الأمريكية، مما ثبت خط أحمر. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات التي وفيتنا بها من القدس، مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي. في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت الخارجية الأمريكية الليلة الماضية سفير إسرائيل لدى واشنطن مايك هيرتزوغ لمحادثة توبيخ في أعقاب إقرار الكنيسة إلغاء قانون فك الارتباط مع الضفة وغزة. إلغاء القانون يجيز عودة مستوطنين يهود إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية. هذا وقال النائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن منزعجة للغاية من تحرك الكنيسة، مؤكدا موقف بلاده بأن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. سعيد يقيل رئيس اللجنة الوطنية التونسية للصلح الجزائي. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا تقول بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذه الحرب ليست من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food.
فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل لو طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. أهلا بكم من جديد. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنة من منصبه بعد أن وجه لها انتقادات بالتراخي عن أداء مهامها. هذا وكان سعيد قد زار قبل أيام مقر اللجنة التي يعتبرها أبرز إنجازاته في العاصمة، وقال في اجتماع مع أعضائها بأنه لم يتحقق أي شيء يذكر منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، منتقدا ما وصفه بتراخي عمل اللجنة، مؤكدا على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب، والتي يقدرها سعيد بحوالي 4 مليار يورو. وللحديث أكثر عن معاناة أهل القمشلي ينضم إلينا من برلين رستم محمود الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ محمود برفقتنا مع قناة الحدث. كما تابعنا في هذا التقرير هناك أزمة في مياه الشرب في منطقة القمشلي، أزمة يعاني منها السكان، وهذا ليس بجديد، فهم يعانون من شح المياه مياه الشرب منذ العام 2018. من المسؤول عن هذا الوضع المتهالك لمياه الشرب، خاصة يعني وأنها قد تؤدي إلى الكثير من الأمراض لا سيما بالنسبة للأطفال؟ يعني على الأقل هذه المأساة سببها أربع عوامل رئيسية يأتي على رأسها يعني الجانب التركي الذي يفرض ما يمكن تسميته بالحصار البيئي على كامل مناطق شمال شرق سوريا، يمنع من تدفق المياه من أراضيه، ويمنع من طرف آخر أي تعاون مع الجهات الموجودة في هذه المنطقة. فمن المعروف مثلا أن منطقة القمشلي هي وادي بين تلتين وتشرف عليه تركيا. تركيا تتحكم بيئيا تماما بكافة المجاري وكافة المتدفقات المائية إلى تلك المنطقة. المسألة الأخرى يتعلق بأن شكل الحرب في هذه المنطقة منع الإدارة المدنية في هذه المنطقة من وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى. سكان مدينة القمشلي تطوروا خلال السنوات الماضية من قرابة 250 ألف سكان إلى قرابة 600 ألف ساكن. حدثت العديد من العشوائيات بدون أن يكون هناك بنية تحتية مناسبة لهم. ظروف الحرب لم تسمح لهذه الإدارة بأن تطور البنية التحتية الأساسية لهذه السكان، واحترق ما كان موجودا في الماضي. المتسبب الثالث هو السلطة السورية التي تمنع أي عملية تعاون على المستوى الأمني المدني، وتربط كل شيء بالخضوع السياسي والأمني. هناك نوع من المواد ونوع من الاستراتيجيات لا تستطيع هذه الإدارة أن تنفذها بأي شكل من الأشكال. هذه تتطلب تعاونا مع الدولة السورية التي تستورد مجموعة من المواد الكيماوية والمواد الميكانيكية التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الكوارث وأن تطور البنية التحتية في هذه المنطقة. ما بعد كل هذه الأمور هناك تقصير من هذه الأمور
الإدارة بدون شك، وهناك هجرة للكوادر الهندسية التي كانت موجودة في منطقة يعني مهمشة وهامشية مثل مدينة القمشلي في شمال شرق سوريا. أغلب الطبقة التي كانت يعني ذات كادر معرفي من المهندسين والإداريين وغيرهم الذين كانوا يشرفون على تيسير البنية التحتية لم يعودوا من سكان المنطقة وهاجروا، والذين يديرون الملف المدني لا يحملون نفس الطاقات ونفس الإمكانيات التي كانت في السابق. يعني كما تفضلت وذكرت سيد محمود، يبدو أن ليس هناك من حلول في الأفق أمام هؤلاء يعني الذين يعيشون في هذه المنطقة والمهددون يعني بالإصابة بشتى الأمراض نظرا لاختلاط مياه يعني الشرب أو مياه بالصرف الصحي كما تفضلتم وذكرتم، وكما أشار أيضا التقرير هناك تهالك لهذه الشبكات. هل توجهتم يعني هل هناك توجه للمنظمات الدولية من أجل البحث عن حلول سريعة؟ عزيزتي، هذه القضايا تتعلق بالبنية التحتية التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لمدينة مثل القمشلي لإعادة هيكلة البنية التحتية. يعني في أمثلة لدول أخرى كل مليون ساكن يحتاج إلى قرابة مليار دولار سنويا لإعادة تمتين البنية التحتية في الكهرباء والمياه وسكك الحديد والتعليم وغيرها. هذه المنطقة تحوي 5 ملايين ساكن، أي تحتاج إلى قرابة 5 مليارات دولار. مجموع ما يقال عن يعني الميزانية العمومية للإدارة الذاتية لا يتجاوز 900 مليون دولار، والمنظمات المدنية العالمية التي تعمل في هذه القطاعات لا يتجاوز مجموع دخلها 100 مليون دولار، يذهب أكثر من 60% من مصاريفها للبنية التشغيلية أي للعاملين في هذه المنظمات. 40 مليون دولار الباقية غير قابلة بأي شكل من الأشكال أن تدير البنية التحتية لبلدة صغيرة. يعني مدينة الحسكة التي يبلغ سكانها حوالي 1 مليون ساكن منذ قرابة 7 سنوات وحتى الآن تقطع عنها تركيا المياه، لا تستطيع أي منظمة دولية بالرغم من جميع الدراسات لا تستطيع أن تقدم أموال كافية لاستجرار مياه الشرب الصحية إلى تلك المدينة. هذا الموضوع يتعلق بكافة المناطق السورية وليس فقط بمناطق الإدارة الذاتية التي الوضع فيها مضاعف بسبب حصار النظام السوري لها. لذلك يحتاج الأمر إلى إدارة سريعة صحيح وبنية طوارئ وصلت طوارئ صحيح. وضحت الفكرة. أعذرني يعني تجاوزنا الوقت، هذا ما سمح لنا به. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات المتعلقة يعني بوضع أهالي القمشلي. كان معنا من برلين رستم محمود الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. تصادر إسرائيل قوارب الصيادين الفلسطينيين بذريعة تجاوز مسافة الصيد التي تسمح بها والتي حددتها بين 6 و15 ميلا بحريا، رغم أنها تقلصت أحيانا أو تتقلص لأسباب أمنية على حد قولها. إن تجاوز هذا القارب مساحة الصيد التي تسمح بها إسرائيل قبالة شاطئ غزة فسيفقد الصياد قاربه وقوت أطفاله اليومية. في فبراير من العام الماضي تخطى هذا القارب مساحة الصيد المسموح بها ليرد الجيش بمهاجمته ومصادرته واعتقال جميع الصيادين الذين كانوا على متنه. هو أكثر من 6 ميل ويقول لك ممنوع، فالمركب تبعنا كان داخل على 7 ميل عملوا له مخالفة وإجوا عليه الدبور وإجوا عليه المطاطات ووقفوا المركب بالسلاح وبالقوة وأخذوا اعتقلوا الأشخاص الصيادين اللي كانوا موجودين عليه وسحبوا المركب وأخذوه على إسرائيل. قارب الصياد الفلسطيني أفرجت إسرائيل عنه بعد 8 أشهر، لكنه يواجه دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية كعشرات الصيادين الآخرين، وهو ما يعتبره نقيب الصيادين في غزة تهديداً خطيراً لآلاف الصيادين وعملهم مطالباً بتوفير الحماية لهم. هم بدوروا أنه يثبتوا قانون بمصادرة مراكب الصيد، وانت بتعرف إحنا المنطقة تاعتنا هي في الأصل منطقة ضيقة وإحنا إلنا 20 ميل. إسرائيل كانت حددت مساحة الصيد في المتوسط بين 6 و15 ميلا بحريا وتقلصها أحيانا بحجج أمنية،
علما أن أوسلو الموقعة عام 1993 حددت مساحة الصيد بعشرين ميلا بحريا كحد أقصى على أن تكون هذه المساحة خاضعة بكاملها للفلسطينيين. المنطقة اللي احنا بنسرح فيها منطقة قليلة، منطقة صغيرة بتكفيش الصيادين، بتستوعبش الصيادين اللي احنا الكم الصياد هذا البحر تبعنا بيستوعبوش، فبنضطر انه مثلا نلز المناطق الحدودية عشان نترزق. مركز حقوقي قدر عدد الانتهاكات بحق صيادي غزة بنحو 500 انتهاك خلال العام الماضي فقط، وهو أعلى رقم يسجل منذ العام 2017، ومن بينها مصادرة نحو 23 مركباً. مي المهندس، الحدث. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. نشكر لكم كرم المتابعة دائماً برفقتنا مع قناة الحدث. إلى اللقاء.